عندنا حاجات في صدورنا ما يقوى عليها إلا الله. والله قال ادعوني، يعني نحن أستجب لكم. إذا كان دعائك مستجاب فعليك بالسجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل إذا دعيته ترى ما يرد به شيء، هو الملك، هو الخالق، هو اللي عنده كل شيء، خزائنه لا تنفد. يعني بعقل وعقلك ترى ما في شيء اسمه معجزة عند الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال ما يريد سبحانه. عندك دين الله يقدر يقضيه، عندك هم الله يقدر يفرجه، عندك غم الله يقدر ينفسه، عندك مريض الله يقدر يشفيه. باب مقفول بوجهك الله يفتح لك أبواب، كل يوم هو في شأن، من حال إلى حال الله يعطيك المحال سبحانه. هذا الله، الله، هذا الله، 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 الله. نعرف وش الله؟ نعرف الله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت عدم لا شيء، خلقتك يسيرة فما بالك بهم، فما بالك بهمك وغمك ومشاكلك ومصائبك، هل هي أصعب أم خلقتك؟ ما في شيء صعب على الله، كل شيء يسير. الآن لو تقوم تتوضأ وتصلي لك كم ركعة وتدعو الله عز وجل بيقين، والله أن تصبح، والله أن تصبح متحقق أمانيك. إذا بغينا ندعي الله، ها خلونا نتذكر من هو الله، من هو الله، وإن ندعي خلونا نتذكر ونعرف من هو الله. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعطيكم مسائلكم ويقضي حاجاتكم وينفس كروبكم يا رب العالمين.